السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب، أول حاجة أنا حابة أبارك للاتحاد والاتحادين على صفقة اللاعب إيغور كوروناتو، وأنا قلت ما راح أتكلم أو أفتح أي سيرة في الموضوع لغاية ما نتأكد من الحساب الرسمي للنادي، ولما أعلنوا بقول لكم مبروك. يعني اللي يقول أنت متشائمة، أنت مو حابة الصفقة، لا، أنا حابة أتكلم في موضوع واقعي وحصل، لكن أجلس ألعب على عاطفة الجماهير وأعطيهم أرقام وأعطيهم صفقات وهمية وأنا ماني متأكدة، لا. تاني شيء، بإنهاء صفقة اللاعب، هذا يدل على أن الإدارة بتصحح الأخطاء اللي كان الفريق بيعاني منها لمدة سنتين، وكمان حابين يرجعوا الاتحاد للبطولات والمنافسات. طبعا أرقام اللاعب جدا فلكية في التسجيل، أنا ما هتكلم إلا عن تسجيل أهدافه، لكن التمريرات والصناعة أنا ما هتكلم عنها. ليه ما هتتكلم يا بندري؟ أنا حابة أشوف هذه الأشياء عندنا في الدوري السعودي. اللاعب عنده تسجيل 67 هدف، هذا من غير التمريرات ومن غير صناعة اللعب، وهذا يدل على أنه اللاعب عمل لنفسه تاريخ في الكورة، وإذا خسر في بعض المباريات فتعتبر عدد قليل جدا، يعني مو بحاجتها. طبعا عندنا صفقة اللاعب فابيو ليما، أنا ما أدري الصفقة تمت أو لا، لكن إذا جاء اللاعب فيعتبروا كلهم لاعبين يحتاجهم الفريق. طبعا اللاعب برضو صناعات وتسجيل وتمرير أرقام جدا رائعة، وأنا بالناحية لي مبسوطة فيها. طبعا احنا دحين دايما بنفكر في المهاجم، لازم يكون عندنا راس حربة كلاسيكي. انت عندك لاعب صانع وعندك وسط، كلهم يحتاجهم الاتحاد في اشياء معينة، زي اللي هو التسديدات القوية، برضو تقول عندهم التمريرات، ينهوا لك المباراة، يساعدوا المحاور، عندهم زي ما بتقول عندهم قوة في خارج منطقة الجزاء، ممكن يكون مهاجم وهمي، ممكن يكون ورا المهاجم. لكن لما يجيك واحد يقول لك روما يطلع، إذا أنت تفكيرك بدي الطريقة فبلاش تفكر، بلاش تودي الاتحاد في 60 داهية، بلاش تطالب بخروج روما عشان فابيو ليما جاي. أنت ما عندك مهاجم، روما الوحيد اللي يقدر يلعب راس حربة مؤقتا لغاية ما يجينا اللي هو المهاجم الكلاسيكي. ليش اخترتي روما يا بندري؟ روما هو الوحيد اللي عنده حس تهديفي هجومي، يعني عندك روما، كورينادو، عندك ليما، عندك ثلاثي هجوم تحتاجهم لما يكون عندك فريق يقفل عليك من 3 مناطق في اللعب، فانت تحتاج اللاعبين كل واحد يسدد من اتجاه، كل واحد عنده غزارة تهديفية من كل ناحية. فلا تجي تقول لي روما يطلع، روما هو الوحيد اللي يقدر يلعب لك مؤقت الراس حرب لغاية ما يجي المهاجم. روما عارف الفريق، عارف تفكير كاريلي كامل، عارف يتأقلم مع الفريق، أكثر من مرة لعب روما راس حربة. فعندك صانع أوكي يقدر يكون وراء المهاجم
أو مهاجم وهمي، وعندك ليما ممكن يكون ورا المهاجم أو مهاجم وهمي. يعني هذه دحين وظيفة كاريلي، كيف هيقدر يوظف اللاعبين؟ فلا تيجي تقول لي ده يخرج وده يخرج. وأتمنى إنه خطط كاريلي بوجود هذه العناصر والأدوات تساعده في المباريات ويغير خطة تفكيره. يمكن عشان روما لاتيني أوكي أو برازيلي، وكاريلي برضو لاتيني، يعني روما فاهم منهجية كاريلي أو فاهم المدرسة أو المنهجية اللاتينية، ممكن يمشي عليها. طيب عندك لاعبين أو صفقتين موجودة في فريق الاتحاد، لازم ندعمهم ونوقف في صفوفهم. أوكي، هم دحين كملوا الفريق نقول، ولسه ما جاء راس الحرب الكلاسيكي، فأنت تدعم الفريق. اللاعب لازم ياخد وقته عشان يتأقلم مع الفريق ويعرف منهجية المدرب ويكمل صفوف الاتحاد. فلا تجي تقول لي من أول مباراة أو تاني مباراة ما قدم مستوى. طبيعي طبيعي، وممكن يفاجئك من أول مباراة يقدم مستويات حلوة. ولازم يكون عندكم معلومة، روما يمكن الوحيد في فريق الاتحاد اللي إصاباته قليلة جدا، وروما هو الوحيد اللي بيكمل لك شوطين، فأنت تحتاج لاعب زي روما. روما قدم مع الاتحاد 50 هدف، وأنا متأكدة من الكلام اللي أنا بقوله بالأرقام، يعني ما يفرق عنهم. يعني أنت عندك 3 نجوم ممكن يشيلوا لك الفريق، لكن لا تطلب بخروج روما ويجي ليما أو كورينادو ويشيلوا لك الفريق، مستحيل، لأنه أنت فريقك يعتبر للآن ناقص، ما عندك رأس حربة أوكي كلاسيكي أو تعتمد عليه. لكن عندك 3 لعيبة يقدر يلعب واحد فيهم مهاجم، يقدر 2 يلعبوا ورا المهاجم أو يكونوا خلف المهاجم، عندهم مهارة في التسديدات والتمريرات، ويقدروا يغطوا لك من 3 جهات وقت ما يكون الخصم بيدافع بكل قوة زي ما شفنا في الباطن، وتكفيل مساحات. لعلمكم يقدروا يلعبوا في مساحات صغيرة. وأتمنى أن ربنا يوفق الاتحاد أوكي، ورجاء أن حكاية نطالب بخروج اللاعب الفلاني ما لها داعي حاليا. وشكرا لأنمار وشكرا للكعكي، وهذه رسالة أنا بوجهها لهيئة الانضباط، أترك الاتحاد يلعب بسلام. إذا بتحاسبوا الاتحاد على قضايا من 10 سنوات، أتمنى تحاسبوا الإدارات اللي تركت ديون متراكمة على الاتحاد. الحق حق، وصلت؟ ويعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.